أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. الحلقة ديالنا ديال اليوم حلقة خاصة، حنا الآن كنتواجدوا في السوق ديال الحوالي اللي كاينة في طنجة، خليكم معنا ونقول لكم الأجواء ديال السوق كيفاش عاملة. عمودي اللي غنسقسك على الحولي كيفاش عامل، كاين شي غلا كاين شي رخاء؟ وهو الثمن المناسب زعما في هذا الأول، مازال ما باينش شي حاجة، إلا كان شي حاجة ديال الغلا ولا السواق برا على برا كاين الثمن. وهنا بالنسبه لطنجه السوق شويه ما كاينش شي ثمن زعما كاع. اغلى حاولي عندك شحال الثمن ديالو؟ 5000 درهم. 5000 درهم. 5000 درهم. وارخص حاولي؟ والغلا 1500. 1500 درهم. في الواد 5000 عندك نايا؟ هو هذاك راه. هذاك راه هو. العلف غالي، زايد بزاف، كل سيمانه كيتزاد فيه. ما كاينش شي زعما كل وداك الشيء زايد بزاف، ماشي زعما هذاك هو اللي كيجعل ان الحاولي يغلى. والغلا راه سيدي راه غالي بالصاير. ماشي الغلا، ما تقولش كساب زعما راه داي شي حاجه ولا الصاير هو اللي مغلي الحوايج. الشعر هذا العام راه حنا شينا ب 70 دورو. يعني الشطاحه تبارك الله هذا العام، واخا هذاك العلف كان غالي. غالي واه 70 دورو باش كنا نشريو الشعير، واه الدره شريناه ب 4 دراهم. واخا كان هذاك الشيء الشعير نتاع الخارج كان غالي، حوايج الخارج كانوا غاليين. الاثمنه دابا اغلى حولي عندك هنا مثلا شحال الثمن ديالو؟ اخويا كنبيعو 220 210 200 كله الثمن ديالو. يعني في نظر ديالك يعني هاد الحوال هادو يعني سالوا هاد الثمن هذا ولا؟ ها؟ وحنا بهم خارجين دابا بحال البلاد، حنا راه ما عطاونا قصر 200 الف فرنك وما بعناهمش في البلاد عندنا. حنا ميسور واه عطاونا قريب 200 الف فرنك وما بعناهمش، زدنا الصيارة وزدنا الخدامة وزدنا هادي، مازال الناس هنا ما قابلاش تشري. الله يحسن العون. شراو ولا والو؟ اخويا شنو نقول لك، هذا النهار القضية مع اليوم عاد جينا، مازال القضية ما تحركت، القضية ما تتحرك ان شاء الله من الاربع لهيه. معروف هذه القضية اليامات الاولى ما كيكونش البيع والشراء. يلاه كنشدوا البلايصه واخا ما كاين لا ضو ولا والو، مكرفسين شويه، تكرفيس كاين ولكن يدير الله خير، نتمنوا من ربي يكون خير. وبالنسبه للاثمنه كاين شي غلا ولا والو؟ ايوا شنو نقول لك اخويا، حنا كنقولوا ما كانش، واللي كيشري كيقول لك كثير. ايوا ما نعرف، مازال السوق ما بين، حنا كنقولوا هذا الشيء راه حنا كنبيعوه بالرخا، وهما كيقول لك هادشي راه حنا كنبيعوا لهم بالغلا، العلم لله مازال ما عرفنا شنو غادي يبين السوق. اثمنه شحال؟ السلام عليكم. السلام. شحال ثمن هذا الحولي هذا؟ 430. 430 ألف. اه كاين شي غلا ولا والو؟ هذا العام الثمن زيد، مزيود للعام اللي فايت، الثمن مزيود هذا العام. ولكن الناس كيقولوا هذا العام كاين الغلا. كاين الغلا بزاف هذا العام، شوف ولا دار السوق هذه الايام الله اعلم، اما دابا كاين الغلا بزاف. شنو سبب هذا الغلا؟ واش كساب ولا العالفه ولا شنو؟ ما كاينش اللي عرفها، واش من الكساب هذا العام خير موجود؟ وينين ما عرفناش هذا الثمن مناش موقع. يعني الشاري باقي ما كيشريش هذا؟ واقع الشاري ما كاينش، اليوم ضلينا النهار كله مقيلين، بعنا خمسه الحواله النهار كله. تبارك الله الشاري والو، عاد ما تبيعش 20 حولي 30 حولي في النهار ما كاين والو، قضية ناقصة بزاف. والله يسهل عليك. امين كطرب الله يسهل، راس السلعة مازال زي اللي بغا. وعندك شي شري عاوني تغلي عليا، عقل عليا. ما نغلي عليك. الله يرحم والديك. الله يحفظك. كيف ما شفتوا معنا كانت هذه الآراء ديال البياع، دابا غنمشيو نشوفوا الناس اللي كينشريو ونشوفوا الآراء ديالهم حتى هما في السوق والثمن الحولي كيفاش عامل، خليكم معنا. اللي عنده الركاب ديالو درتي السوق ولا باقي؟ درت السوق مزيانه. كيف جاتك الاثمنه ديال الحوال؟ والاثمنه اش غادي نقول لك، الاثمنه طالعه شويه بزاف، ماشي بالنسبه للاثمنه كتسمع شي اثمنه سنه كتشوف الخروف قداش هو كيقول لك 180 فهمتي 190، هذه راه شويه الاثمنه بالنسبه للمواطن راه ودابا على حسب اللي كيقولوا هما، كيقول لك بالنسبه للعالف بالنسبه للمصاريف اللي كيصرفوا على الحولي كتقام عليه الدعوه غاليه، بالنسبه حتى الدوله راه مدخله في هذا الشيء هذا فهمتي، ما تقدرش تحكم على هذا الشيء هذا، هو ما تعرفش الظروف ديالو كيفاش النيه وهذه، ولا بالنسبه لينا حنايا عاود راه كنتنا كتعرف كل واحد كيمشي على حسب الجود ديالو. ايوا على حسب الجود ديالو، بنادم درويش وهذا كيمشي على قد جهده فهمتي، ملي كتسمع الاثمنه بحال هكذا راه الامور كتزيد. شكون اللي احسن، العد اللي فات ولا العد؟ لا العد اللي فات ماشي هو الباحق، العد اللي فات كان استثنائي عاود فهمتي، كانت واحد الحاله اللي هي بيدهم ما عندهم الدوله بيدها بزز من كتعاون فهمتي، فقد الحالة هادي دابا بحال كتعويض ولا ما نعرف، ما عرفناش دابا شنو واقع دابا. اش كيخلفوا داك الشيء؟ والعلم لله هادشي اللي كاين. اي والله ماشي والو، جينا نشتيو ما كاين لا حول لا والو، الغلا علينا والله العظيم الا غلا اش بنعمل؟ والله العظيم درويش ما غاديش يعيد اخاو، والله العظيم ما غادي يعيد.
زعما الصراحة السوق عامر تبارك الله والحولي موجود. بالنسبة للأثمنة، الأثمنة طلعة شي حاجة. ها والله يعني الحولي موجود تبارك الله وحسن من العام اللي فات، غير هذا العام هذا كاين الثمن طالع زايد. شنو السبب باش الثمن طالع في النظر ديالك؟ وكيقولوا لي حسب الناس الجاليه دخلوا، فهمتي؟ ماشي بحال العام اللي فات كانت كورونا، على حسب الناس الجاليه صابرين الثمن. واللي سقسيت انا قال لك في البلاصه ديالو غالي ماشي على هنايا، يعني العالف وداك الشيء. كل شيء غالي قال لك. كيف درتي في السوق ولا باقي؟ اول ما جي عندي للسوق درت شفت شنو كاين يعني. كيف جاك الاثمنه ديال الحوال؟ أثمنة الحوالي كيبين الحولي كاين موجود، والحق أثمنة مازال شوية طالعة، ما جيتش واحد النيفو ستابل، باقا ما هبطتش النيفو اللي حسب الشعب اللي يقدر يتقدى الحولي ديالو ولا شي حاجة بحال هكا. بالنسبة للعيد شكون اللي حسن، كان العيد اللي فات ولا العيد هذا؟ لا العام اللي فات كيبان لي واقيلا كان الاجواء واخا كورونا وهذه كان الثمن شويه مناسب. دابا ما عرفناش بعد 10 ايام اللي ما جا واش غادي يهبط او غادي يطلع، ما عرفتش شنو كاين. سوقتي هنا ولا باقي؟ لا باقي اخي ديالي، انا بغيت كنطلل كنشوف شنو كاين وسال. مجوجه ولا عاد شي عيل الوالد؟ لا باقي اخي عيل الوالد وسال والله العظيم. الله يخليها انا الوالد الله يرحم والديك، الله يجعلهم تحيه مسافه. الله يحفظك الله يحفظك الخير. شكرا بزاف، شكرا الله يرحم والديك. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي الاجواء تسوق الحولي في طنجه. خلونا تسوما الاراء ديالكم في التعاليق، كيف جاكم السوق وكيف جاتكم الاثمنه. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.